فصحراء صحراء صحراء. وسادسة سادسة كبرناسة للناس. انتهت. أقرأ كذلك همزة آخر تعتبر الهمزة زائدة إذا وقعت متأخرة وقبلها ألف وقبل ألف ثلاثة أصول كصحراء وحمراء وبيضاء بخلاف شاء وماء. شاء أصلها هاء وماء أصلها موه ماء وشاء كأنز آخر بعد ألف أكثر من حرفين إلى أبوها لازف نعم. والنون كذلك يحكم بزيادتها إذا وقعت متأخرة وقبلها ألف وقبل ألف ثلاثة كعثمان وغضبان وسكران بخلاف زمان ومكان قبل ألف حرفان. النون خلاص بعد وفي نحو غضنفر يحكم بزيادة النون إذا وقعت متوسطة بين أربعة للتسوية وكانت مفردة. الدليل أن هذا الموضوع يقع في الزيادة كفذوكس وسميلة المكان الموضوع تدخل فيه الزيادة لا بأس. كذلك تعاقبها الألف في نحو جرنفش جرنفش قالوا جرافش قالوا جرافش. وما علم بالاشتقاق زيادته وقع في زائدة كجحنفل جحنفل من زائدة بدين جحفل سقوطا من فرع آخر. إذن فنحكم بأنها في نحو غضنفر وعقنقل وورنتل زائدة بخلاف نرجس وقعت أولى بخلاف قنطار وقعت ثانية وقنديل وقعت ثانية كما قلت. والنون وهكذا وفي نحو غضنفر كفية الأصالة ليس أصلا بل هي زائدة. تزاد النون أولى كنضرب وثانية ثانية كعنبر عنبر كحنظل حنظل مؤكدة لأن قد حولت الإبل حنظل. وثالثة وثالثة كعقنقل ورابعة كرعش اسمه للرعزة أصل مادة رعشة. وخامسة كعثمان وسادسة كزعفران ورابعة كعبود هران نبتون. انتهت. وفي نحو أضرب انتهي الباب انتهي الباب قرأ الباب قرأ الباب. التاء عدها بعض النحو الزيادة تكون زائدة في التأنيث كقامت بالأفعال وقعدت والمساء والأسماء شجرة. وكذلك في الاستفعال والتفعيل والاشتعال وفروعها زائدة اشتعل استغفر تفعل تقدم كلها زائدة في هذا. السين يعدونها حرف زيادة سألتمونها لكن لا تزاد إلا مع التاء. والسين لا تزاد في الكلام إلا مع التاء كمستهام مستهام. والسوبيه قال في أسطاع بزيدها لأصلها أطاع قال بعض ماذا أنا قولي. والتاء في التأنيث والمضارعة تفعل ونحو الاستفعال والمطاوعة كلمته فتكلم مددته فامتد مطاوعة نعم. الهاء قال بعضهم تزاد وقفا مثل قه مالية ما هي. وقال بعضهم هذا ليس زيادة هذا عارض يقع في حالة الوقفة. ولا وقفا كلمة ولم ترى ألم تره لن تصل لن ترى لكن قد جاءوا بالهاء السكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم أدنوا يصل أدنوا هذا كلمة ولم ترى. واللام تزاد في اسماء الإشارة ذلك وتلك وأولئك. البيت قوله كلمة لما مثال اللام الهاء التي تزاد في الوقف اللام حرف جر والميم اسم استفهام والكاف حرف تشبيه. الغزل فيها بعض المغاربة الإمام العلامة المكودي نسيته يقول
الكاف حرف تشبيه، واللام حرف جر، والميم اسم استفهام، ولا حرف وقف. الغزى فيها المكود يقال: يا قارئا ألفية ابن مالك، وسالكا في أحسن المسالك، في أي بيت جاء من كلامه لفظ بديع الشكل في انتظامه، حروف أربعة تضم وإن تشأ فقل ثلاث واسم كاف حرف ولا حرف ولا حرف والاسم، وإن تشأ فقل ثلاث واسم، وهو إذا نظرت فيه أجمعي مركب من كلمات أربعي، وصار بالتركيب بعد كلمة، وقد ذكرت لفظه لتفهمه. قال له بعضهم: أهذه جواهر منتظمة في السلك أم أزاهر مبتسمة، في الغصن أم عرائس ملتثمة، أم كلمات أرغزت في كلمة؟ هذا جواب. قال آخر: يا فاضلا فاقت شموس لغزه، بدون شك قد سموا بعزه، أرغزت في كلمة منتظمة من قوله والهاء وقفا كلمة. والهاء وقفا كلمة، واللام في الإشهار، ومنع زيادة بلا قيد. لا يصح أن تحكم على حرف الزيادة إلا كان ذلك كحاضلة حاضلة الإبل إذا لا